السلام عليكم اخوتي، رانا رايحين الجمعية ان شاء الله تاع الوليدات اللي عندهم نقولوا لي زونديكابي، فهمتم؟ معوقين مساكن، نروحوا نطلعوا عليهم. راني مع السي صحراوي، حنا مبادرات نشتو نديروها، نشتو نديروا الخير ونشتو نشجعوا الشبيبة مهما يكن سيفتو، صحيح ولا لا كوتش؟ لا لي شيء، ربي اللي عالم. هذا هي المهم، رانا نروحوا الوليدات احتاجوا وقفه، وهاكم شايفين يوسف انافا والجو اللي يديروا ايه. معوقين مساكن ذوي الاحتياجات الخاصه، ما نقولوش معوقين لانه هذون وليداتنا، ما نعرفش انا ما ايه، هذون وليداتنا واهلنا وشي اللي ان شاء الله. المهم نروحوا ثم تبعونا وان شاء الله نفرحوهم ونعطلهم بالدوبل بيسبس. جايين على جالكم ما والله العظيم، شفت على جال الوليدات. ايوا ودوبل بيسبس هي جايه يا جدك. السلام عليكم. اولا اشكر جمعيه رفيق على هذا التعاون اللي جمعيه رفيق تربطنا بها على كل حال علاقه قديمه. نشكركم على التسهيلات يعني دائما اللي نلقاها معكم، وهذه الفئه اللي راكم يعني تقوموا بها فئه تستحق يعني عمل كبير، وعلى بالي ماهوش سهل التكفل بهذه الفئه، ماهوش سهل يعني راكم تقوموا بعمل يسلم. شكرا جزيلا على الاستقبال الحار بصراحة. هذه راه تنسي مباشرة في الفقه بصراحة، هذه نقولوا من النهار هذا باش راح نجتهدوا كل واحد، وكما قلت لكم مهما يكون نكون انسان في العالم اللي ولا حاجة دائما رايحين نفكركم. نمشوا لأمريكا ولا أي دولة دائما نكون عندي ديديكاس ليكم مباشرة للجمعية هذه، وبإذن الله نكون واقف رجال واقفين معكم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. متشرفين هنا حضرناكم اليوم، ربي يوفقكم ان شاء الله وبارك الله فيكم. هو كما قال الدكتور من المفاجاه، هي
احتفالنا اليوم تصادف بعيد ميلاد احد اعضاء الجمعيه. هذا ولاد الجزائر ما تلقى فيهم عايل لبنات مع الاولاد، نطلب ربي يجيهم من عينين العساد. هذا ولاد الجزائر ما تلقى فيهم عايل لبنات مع الاولاد، نطلب ربي يجيهم من عينين العساد. يحيى ولاد بلادي، يحيى ولاد بلادي وسنا. يحيى ولاد بلاد، ويحيى ولاد بلادي وسنا في الحسان. احنا ولاد الجزائر خوا في كل بلاد. هذا ولاد الجزائر ما تلقى فيهم عايل لبنات مع الاولاد، نطلب ربي يجيهم من بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. تفضل يا